ومتابعينا بصباحنا. يعني نور، بضغوطات هالحياه والوضع المعيشي الصعب، حلو شوي ناخذ مساحه بالالوان، بالجمال، بجمال الامراه يلي ممكن هيك طريقه وضع ميك اب، خطوط اساسيه تغير من نفسيتها وتغير من الوضع يلي عايشته. كثير حلو انه الوحده تهتم بحالها، تهتم ببشرتها، تهتم بوضع الميك اب بطريقه مميزه. رح نحكي اكثر عن يعني أحلى وأهم صيحات الموضة لبداية صيف 2022 مع خبيرة التجميل رولا خربطلي. صباح الخير رولا. صباح الخير لكم مشاهدينا. صباح النور. يسعد صباحك. صباحك يا رب. يمكن حكيت لي نقطة كثير مهمة، إنه السيدة تحاول هيك تدور على مساحة لقيلة صغيرة رغم كل الظروف والضغوطات، وتحاب دائما تهتم بإطلالتها. واليوم عم نشوف حتى بعمر صغير الناس والصبايا كثير عم يهتموا كيف عم يحطوا الميك اب، وطريقه وضع الميك اب بتختلف اساسا الليل والنهار. خلينا بالبدايه، اليوم معك صبيه رح تعملي لها ميك اب. الميك اب اليوم رح نحكي عنه، عن شو؟ ميك اب صباحي لكل صبيه الصبح بتطلع. هلا بنحكي شو يعني اكثر شيء بيناسب الصبايا الصبح؟ هلا الوان الفاتحه، الوان الترابي، الوان الزهر للبشرات، وكمان الفوند كمان والكونسيلر، هدول كلياتهم هلا بنحكي عنهم. رولا اكيد يعني لازم الوحده وقت تهتم بوضع الميك اب لازم تكون مهتمه اوريدي ببشرتها. ايه على بشره نظيفه. ايه على اكيد لازم تنظيف البشره دائما، لازم تعمل ماسكات، لازم كل هدول الشغلات. طيب خلينا نحكي بالبدايه، اليوم بلش الصيف، الناس عم تروح نحو يمكن فينا نقول البرونزاج، الالوان الترابيه. شو هي اهم الالوان اليوم فينا نقول صيف 2022؟ هلا دارج كثير الوان البرتقاني، الاي لاينر، الالوان الملونه كثير دارجه هي الصيفيه، والالوان الموف، الوان النيلي، هدول الالوان كلياتها كثير دارجين هي الصيفيه. فيعني هلا بنحكي اكثر. طبعا خلينا لكن معك صبيه حتعملي لها ميك اب، ليش اخترتي هي الصبيه؟ شو بتتميز؟ وشها شو بيتميز؟ هلا نحكي للمشاهدين اليوم هذا الميك اب اللي عم نحطه على اي بشره، على اي نوع وش، وعلى اي رسمه عين. هلا وشها جذاب يعني حلو للتصوير ونوع حلو، فهمتي كيف؟ فهلا يلا نكمل. يلا تفضلي. هلا يمكن حاطتي لها بعض الاساسيات فينا نقول. هلا هي اوريدي الصبح حاطه واقي شمسي، حطينا البرايمر، حطينا الكونسيلر، وحاطين الفوند كمان، ومعلمين الحواجب، ومركبين الرموش، وهلا بنبلش بالاي شادو. يلا تفضل. شو الالوان اللي رح تحطيها؟ هلا حنحط اورنج ولا حنحط الوان موف. اوكي قريبه على لون فينا نقول الروج. ايه قريبه. ايه على لون الروج. هلا اول شيء نحن بنحط من تحت الحاجب الوان الفاتحه. ححط لون ابيض. ابيض ولا بيجي؟ هلا ابيض انا عم حط. اكيد بالنهار بنخفف جليتر، بنخفف الشيء التحديد اللي كثير كبير بيكون. تماما. هاي اول خطوه، بنحط شادو ابيض، بعدين شادو الابيض. هلا بعدين بقى بنفوت بالتدرجات، بنحط اللون الزهر اول. بتاسسي فيه؟ ايه باسس فيه للزهر، يعني بنأسس بالوان فاتحه بما انه مكياج صباحي. هلا انا نسيت بس طريقه الدمج للشادو بتختلف حسب رسمه العين؟ ايه تمام بتختلف. كيف؟ هلا كانت صغيرة مبطنة؟ هلا إذا كانت هلا إذا مبطنة فنحن أول شيء بنحط الألوان الغامقة وبندمجها لفوق، وبالعكس الألوان فاتحة والغامقة. دقيقة بس ثواني، أنا نسيت شغلة، لازم أول شغلة نحطها مشان الشادو ما يهر. نعم هي شغلة أساسية. يعني رولا كثير عم نشوف انه كثير عم نشوف الصبايا اصلا
صارت عم تستغني عن الماكيرا، صارت هي تحط ميك اب لحالها، وخاصة انه ما بقى دارج هذا الشيء كثير اوفر. حتى اللاشز صاروا ينحطوا دائمين، صارت تستغني عن هي الخدمات. ولكن في اخطاء وفي لمسات بتكون خاصة بالماكيرا، خلينا نحكي يمكن شو اهم وابرز الخطوط يلي لازم كل صبية تكون بتعرفها لحتى يعني تنسق ميك اب صح. هلا اهم شيء لازم يكون عندها الفراشي تبعات الظل، ولازم تبلش خطوات مثلا مثل الكونسيلر، مثل الفوند، تختار الفوند اللي بيناسب بشرتها، الكونسيلر اللي بيناسب بشرتها كمان. هدول خطوات اساسيه لكل صبيه. طيب هلا انت عم تحطي لها شادو، مشتقات فينا نقول الموف والزهر. لون البشره قديش بيلعب دور؟ يعني هيدا اللون بيلبق على فينا نقول الفاتحه والغامقه كل الالوان، كل الالوان بتلبق. هلا نحن فينا نضيف له لون ترابي على زاويه العين. اي تمام. خلينا لكان نحكي كمان عن خطوط اللاينر يلي صار كمان مثل ما قلتي هلا دارج اللاينر الملون على اورنج على اخضر. تمام. وايضا في لاينر صار خطوط هيك المزدوج او الخط اللي كثير رفيع ما ببين ابدا. خلينا نحكي انت شو بتحبي، شو بتفضلي، وكل هلا حسب رسمه العين، شكل العين، شو بيلبق لها نحن بنحط لها. هلا الصبيه شو بيلبق لها؟ اللاينر الرفيع اكثر؟ هلا ايه بتلبق لها اللاينر الرفيع، السميكه فبتصغر لها عينها. نحن بنحاول نبرز لها عينها. واللاينر المزدوجي هلا عم نشوف حتى ما له علاقه، يعني عين كبيره او صغيره الكل عم يجربوا يعملوها اليوم. هلا كله ايه عم يجرب، بس في منهم يعني ما بيلبق لون، في منهم بيلبق لون حسب العين بالنهايه. الشادو تحت العين كمان عم نشوف بينحط كمان بطريقه مختلفه. ايه هلا راح اورجيكم. يلا خلينا نحكي طريقه الوضع. انت عم تعملي ميك اب، تحكي كيف عم تحطي. هلا انا حطيت اللون كمان البني بس الفاتح وراح ادمجه مع الموف. طيب هون الصبايا دائما بيركزوا على انا بدي ضوي عيني، انا بدي ابرز لون عيني. كمان الالوان الشادويات قد ايه بتلعب دور هلا ايه بتلعب دور هلا اول شيء اللاينر او الخط تحت العين اي لازم يكون سميك ولا رفيع؟ لا هلا لازم تكون رفيعه لانه صباحي. ايه بدك كمان تبرزي عينك انت. تماما. لكن كيف نحن بنبرز اللون؟ هلا حسب الالوان اللي انت مختارتيها. يعني مثلا هلا ليكي كيف هلا انا اخترت مثل ما قلت لك البني مع الموف. نحن بنمشيها حوالين العين. طيب هلا بما انه مكياج صباحي فانا عم فتح لها الالوان ما عم غمقها. وخط رفيع الشادو تحت. وخط رفيع. طيب رولا يعني قديش ثبات الشادو ونجاح وضع الشادويات بيعتمد على وضع الاساس؟ هلا ايه رسمه العين وحتى وضع الكونسيلر او وضع الباودر فوق الكونسيلر. ايه تماما. بدك تختاري كمان شيء يناسبك. هلا مثل الكونسيلر بدك تختاري افتح من درجه الفوند عندك. طب بتفضلي تحطي شيء بقلب العين؟ هلا ايه يا ابيض يا لون البيج الفواتح. ايه لانه هي بتكبر العين. احيانا الوان مثلا مثل الالوان الغامقه الاسود، لون الحجر العين الاسود البني، فانت بتحطي لها يا اخضر يا ازرق كمان حلو بيطلع. هلا تقريبا عم تحطي اللمسات الاخيره للشادو. ايه بعدين اللاينر. بعدين اللاينر هلا كمان اللاينر بما انه ميك اب صباحي فبنحاول ما كثير نسمكها او نحط زياده. بتحطي يعني من نص العين؟ اي ولا العين كامله؟ هلا بنحط بنبلش من هون. خط رفيع كثير. ما
بس بتكملي سحبته مع رمش العين ما لفوق شيء بسيط لاينر لاينر ايه نسحبه شيء بسيط. هلا دائما ميك اب الصباح غير المسائي صح، فمنحاول ما نكتر زياده. طيب بعد وضع اللاينر يعني في دمج بيكون للشادو مع اللاينر ولا هلا اذا كان في الوان غامقه ايه بندمج، بس بما انه ما حاطين الوان غامقه لا ما في دمج. فتحي فتحي هلا بنساوي بزاويه العين كمان. طب ليش زاويه العين شو بتعمل؟ هلا لانه انا حاطط لها رموش فبيكون فضاوه من هون فانا بحاول اعبيها. طب الرموش اللي عم اللي حطيتي لها اياهم او اللي عم تستخدمون او هلا اللي دارجين هن الرمش الكامل ولا الرمش رمش؟ لا الرمش الكامل هلا اكثر الصبايا عم يستخدمون وهو عملي اكثر. هلا بنحط الباودر، هلا بنحط بودرة الخدود. هلا انا حاطط لها كونتور. هلا بس البلاش شو حطيتي تدرجات؟ برونز. البرونز هو احلى شيء يمكن. ايه هلا وبنحط لها شوي هايلايتر شيء بسيط. شيء بسيط هايلايتر بده يكون تفضليه على ابيض ولا هلا على انا اخترت لها على ابيض. اوكي هلا بما انه حطيتي لها موف وهيك فممكن نحط شوي على روزي. ايه ممكن. هلا ليكي هلا هون هلا مثلا هون انا حطيت لها ابيض، هلا برجع بحط لها البرونز من هون. اوكي هلا انا عم ارسم لها بلون موف كونتور. اول شيء بنأسس بالكونتور. كونتور على كل التم ولا بس على اطرافه؟ هلا بس على الاطراف وبعدين بنحط. في عالم بتحطه على كل التم؟ اي هلا ايه في عالم هلا انا من الناس اللي بتحطه على كل تم بعدين ساوي. هلا انا اخترت لون الحمراء لون زهر. هلا الاكثر يعني دارج اكثر هو المت ولا فيه شوي؟ هلا انا لمعة. من الناس اللي بتحب المت كثير. هلا وفي عالم بتحب انه يكون في له لمعه الجليتر. اكيد الصبح ما بده جليتر ابدا. هلا ايه في عالم بتحط وفي عالم لا. هلا بنشوف معك الخطوات الاخيره فينا نقول للميك اب. ايه يا بس فينا نقول رايق كثير يعني هادي للصبح. ايه هو كثير ناعم كمان وهي الصبيه وشها ناعم. في داعي للمسه المسكرا على الرموش؟ هلا انا حاطط لها بس رح ارجع احط لانه الشادو وقتها بينزل على الرموش بدك ترجعي تمشطيها. فهمتي؟ بهي الطريقه. فتحي حطيتي لها شيء بقلب عينها ولا هلا جاي احط لها ححط لها لون الابيض بيعطي اضاءه شوي للعين. ايه بما انه ما لي مغمقت لها بشيء انا فبيعطي اضاءه. بس الابيض حتى لو كانت العين كبيره ولا لا بتفضلي يعني؟ لا معلش في منهم يعني بيحبوها. لانه مثلا عيونا فاتحين ممكن الواحد يحط شيء اخضر. ايه مثلا اخضر او اسود. نعيمه سلم ايديك يا رولا يعني. الله يسلمك. ميك اب كثير حلو وخطوطه يمكن هيك شوي ضوينا عليها اليوم. قديش مهم انه الصبيه هي تتعلم لحالها انه تنقذ حالها بوضع الميك اب. يعني مو دائما الوحده بتروح على صالون او اي شيء فلازم تتعلم هي الخطوات كلياتها.
يمكن عم نشوف قديش ممكن كمان هي فيها تدرب حالها عن طريق الانترنت. صح. اليوم عم نشوف كثير من الدروس من الصبايا والسيدات عم ياخذوها عن طريق اليوتيوب. كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، شو هي الخطوط الأساسية إذا بدها تحط ميك اب لحالها؟ مثل ما قلنا قديش بيلعب دور، يمكن فينا نقول أول شيء تنظيف البشرة، تنظيف ترطيب البشرة، ترطيب البشرة، هدول شغلات أساسية. يعني لازم كل صبية تهتم ببشرتها قبل الميك اب، وحتى قبل ما تنام تمسح بشرتها حتى تكون نظيفة. نعم. لكن رولا، يعني نحن يعني اليوم ضوينا هيك شوي على خطوط وضع الميك اب. نشكرك كثير لك ولصبية لكل شيء هيك قدمتي لنا اياه. شكرا كثير لكم. ما في احلى من الالوان، ما في احلى من الطاقه الحلوه يلي بتعطيها الالوان. صح. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اكيد بدنا نشكرك رولا خربطلي خبيره التجميل، واكيد بنقول لصبية يعطيكي العافيه وشكرا لكم.